دخلنا عليك المخرجات ديال هاد الدوره ديال السوق شنو وقع فيها؟ هي بلاتي المخرجات دابا مازال ما كملناش الدواء مازال دابا الدواء هي مفتوحه عندها 15 يوم ان شاء الله وغادي نداولوا في النقاط كلها انتما تبعتوا معنا النقاطات اللي كانوا كان عندنا البث مباشر يعني احنا ما مخبعين مسوس احنا كل شيء على الواضح وكل شيء باين وكل شيء واضح ان شاء الله دونك انتما شفتوا النقاطات اللي كانوا وكانوا في المستوى بقات لنا المساله ديال التهيئ الميزانيه وصدقيه المداخيل فهذه كلها غتتهيئ هذه الوثائق مع المصالح مع يعني المصالح الخارجيه ولا المصالح ديال الجماعه باش ان شاء الله نوجدوها في 16 اكتوبر بحال اللي قلت هذا هو اللي كاين سيدي العمدة اليوم اللي كيهضروا عليهم المغاربه الان ساكنه تفاس النقل الحضاري شفنا اليوم كاين طوبيسات اللي خرجوا للشارع صوره المواطنين احتجوا عليهم المواطنين حتى هما فيهم حافلات مؤقته واش مدينه تفاس غتعيش الان في الفتره غير المؤقته هكا كيقولوا الساكنه باش تجاوبوا كان الصوت ديالهم كرياك هاد الصباح شفتوا حفلات لا بالكرياك لا كيدير مصبورين ولا مصبورين لا مصبورين ولا مصبورين شنو اللون ديالهم؟ الديزاين ماشي بحال الاخرين كرين كرين لا 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 شفتهم لا شفناهم لان هادو هذه الدفعه الاخيره اللي جابت وزاره الداخليه وعطاتهم المفوض لهم باش تعرفوا حنا وصلنا له 65 طوبيس ودابا وصلت 102 ديال الطوبيسات 102 ديال الطوبيسات اللي دخلوا للباك منذ 4 اكتوبر العام الاول لهذا العام لهذا دابا راه 102 ديال الطوبيسات حنا قلنا له فين هي الصيانه ديالهم وقلنا له فين هي لا فيزيت تكنيك ديالها درنا له مراسلات في الموضوع باش نشوفوا شنو هما لي بيس اللي فيهم لا فيزيت تكنيك فافورابل ولا ما كانش فيزيت تكنيك فافورابل راه ما تيخرجش من الباك ما يمكنش نغامروا بحياه المواطنين اذا راه خصو يدير الصيانه للحافلات اللي جابت الوزاره الداخليه لان حنا الوزاره الداخليه جابت له هادشي باش نحلوا المشكل ولو بحال اللي قلت لكم شحال هادي اقل ما يمكن نقدموا للمواطنين هو هادشي اللي خدامين به ولكن هادشي راه واخد واحد المنحه مع السلطات الوصيه ومع التتبع ديال الوزاره الداخليه مع المجلس الموقع راه واخد واحد المنحه من اجل ان هادشي يتعالج قريبا ما نقدرش نقول لك ولكن قريبا سيعالج كل شيء هادشي دارت المساءله المفوض له وعندي الحجج عندي عندي المراسلات كاين هما الطوبيسات السيده عند السائقين تفاس كيسولوا دابا في اللايف كاين هما الطوبيسات الجداد اللي واعد السائقين تفاس لا ماشي دابا الطوبيس الجديد حنا تنقولوا خصنا غير يجيبوا الطوبيسات صالحين بعدا اما دابا الجديد حتى هو راه مبرمج باش يجي لان راك عارف دابا باش تهيئ الحافلات خاص واحد الشهور ماشي حنا دابا تنقولوا خصنا غير طوبيسات في المستوى يكون غير طوبيس مزيان ما يتحرق ما يطيح له فران ما يطيح له رويضه ما يمشيش مايل ما يمشيش مايل فهمتي لا كانوا مزيانين اخي الاستاذ ديالي في 4 اكتوبر ملي جبنا 65 طوبيس راه كانوا في حاله جيده كان خصهم الصيانه كان خصهم يتبدل لهم البياس كان خصهم يدار لهم الفيدونج هذا الشيء احنا درنا الملاحظه على المفروض له بانه ربما ما قامش بهذا الشيء ومن ما قامش بهذا الشيء هذاك الطوموبيل تزيد نهار ذاك الصيانه ذاك الحافله قد اصبحت غير صالحه لانه ربما ما كانش الصيانه وهذا الشيء احنا درنا مراسلات في هذا الموضوع باش يجاوبنا وحنا دابا احنا وقفنا له 49 طوبيس ما خرجش راه عنده في البارك لانه ما فيش لا فيزيت تكنيك فافورابل احنا ما جالسينش احنا مع اللجنه المختلطه اللي فيها الولايه وفيها الجامعه وفيها الناقصه وفيها ولايه الامن خصكم تعرفوا هذا الشيء راه ماشي ما بقاش الجامعه اللي متبعه بوحدها هذا الملف راه من النهار الاول حنا متبعين مع السيد الولي مع السيد ولي الامن مع الناقصه مع الداخليه احنا درنا الملحق الاول درنا الملحق الثاني دابا حنا وصلنا لهذا السيد جابوا له الطوبيسات وما عرفاش الصيانه ديالو ما داش دابا حنا جبنا هذه واحد ال 20 يوم السيد الوالي مع الولايه مع الداخليه مشكوره جاب تقريبا 22 طوبيس في حله جيده اللي يمكن له يخدم ولكن دابا واش غادير له الصيانه ولا ما غاديرلوش وحنا هذا الشيء هذا انا تنقول لك الايام القليله المقبله غادي تعطي المنحه اللي غادي نتبعوا السيد عمده كاين واحد الفيديو ديال كيسيركي اللي في منصه التواصل الاجتماعي واللي كتقول فيه انت حرفيا بان هذا الملف هذا راه ما يقدرش يحكم يحلو الا رئيس الحكومه صرحتي كاش راه الفيديو كاين ديالك ايوا كاين
علاش ربما انت تهربتي من المسؤوليه ديال انك تفقد هذيك الشفره ديال هذا الملف وعطيتي المسؤوليه لرئيس الحكومه؟ واش نقدروا نقولوا بان العمده غير قادر لانه يفك هذا الملف؟ كيتسالوا الناس، تيتسالوا الناس. شوف، حنايا الناس ديال الحكمه وديال العقل، فهمتي؟ حنا الناس ديال العقل ماشي ديال التهور. حنا ما نجيش انا غدا نقول لك انا غندير اسقاط ديال هذا المفوض، لا هو ندير له لا ريزيلياسيون. هادشي ساهل باش يجي رئيس الجماعه يقول انا غادي نسالي مع هذا السيد هذا وندير له لا ديشيونس. ياك هادشي اللي سنت، شنو هي لا ديشيونس؟ هي تفقد تفسخ معاه العقده. فاش اللي مخليك انت ما تفسخش معاه العقده؟ لان كاين واحد المجريات خديناها النهار ملي درنا عليه لي بيناليتي ديال 170 مليار، مشى وقف توقيف موقت في المحكمه الاداريه ديال الابتدائيه. دابا حنا غادي نمشيو باش عاوتاني نستنفوها، ودخلنا في التحكيم. دخلت وزاره الداخليه، دخلت مؤسسه الدوله، دخلت قالت غادي نعطي 22 مليار وعطاتها. هو ما جابش 22 مليار اللي كان خصو يجيب. خصنا مشينا جبنا 50 طوبيس اللي كان بغى يجيب. دابا هادشي تيداول 50 طوبيس اللي كنا بغينا نجيبو واللي دارها هو في العقد ديالو وفي الملحق الاول اللي داز هذه عامين. قلنا له غادي دير اسيدي واحد الملحق باش انت تجيب 50 طوبيس مستعمله. هذيك ال 50 طوبيس مستعمله ما جابهالناش من بعد 6 شهور. قلنا له كيفاش؟ قال لك انا غنجيب طوبيسات اللي ضاربين مليون كيلومتر، سيتادير عندهم 15 عام 10 سنين. حنا في القانون في المغرب ما يمكنش تدخل الطوموبيل ولا طوبيس متعدي 5 سنين. قلنا له ما يمكنلكش اخاي تدخل داك الطوبيسات اللي متعدين 5 سنين. هو قال لك لا، انا خصني نجيب ديروغاسيون من عند رئيس الحكومه. هنا فاش جاء اسم رئيس الحكومه انه راه ما غادي يعطيكش باش تدخل طوبيسات قل من 5 سنين. لا يعقل. والدار لا غادي يعطيك ديروغاسيون، حتى خص يكون عندك واحد الاستثمار على 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 على, 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 على ارض الواقع. تقول بان انا جايب واحد 100 طوبيس جديده وهذه غادي نقع بها شويه باش عادي يمكن تاخذ. حنا رئيس الحكومه سجدتي برئيس الحكومه؟ لا، رئيس الحكومه ما يقدر يحلو الا رئيس الحكومه. نحن خلاك تسجد برئيس الحكومه لانني اؤمن بالمؤسسات. أنا رجل في المؤسسة وأؤمن بالمؤسسات، ولا كانت الجماعة مؤسسة فهي مآمنة بالمؤسسة ديال الحكومة، والحكومة يترأسها رئيس حكومة، ولا كانت الجماعة تتاخذ من عند رئيس الحكومة تقول له خصنا الدعم، احنا ملي جاتنا 14 مليار شكون اللي عطانا؟ الحكومة عطانا وزير الداخلية وعطاتها لنا رئيس الحكومة. عطات المجموعة من المدن اللي جابوا الطوبيسات واقتنوهم والآن كيستافدوا من المواطن إلا مدينة فاس. لا، بلاتي المدن اللي جابت الطوبيسات هي ديال الدار البيضاء. يا كسي الدار البيضاء راهم بداوا في 2018 وفسخوا العقدة في 2018 وجابوا حافلات مستعملة في 2018 قبل كوفيد. دابا حنا راحنا دابا في 2024. انا تنقول لك شوف، انا ما متهربت من شي حاجه من هادشي تتقول لي بان ما عنديش مسؤوليه ولا ما قاتش ولا ما كذاش. حنا اللي قدينا درناه كله مكتوب، درنا المراسلات، درنا اللجان، درنا الملحق الاول الملحق الثاني. وصلنا لهاد القضيه ديال انه جبنا له جاب الطوبيسات الداخليه، جابت الطوبيسات، عندنا 14 مليار في الصندوق. انا في صف الساكنه، انا معاك ايها المواطن، انا معاك ايها الساكنه بانك محتاج للحافله. راحنا وصلنا الان لواحد اللحظه باش غادي نطبقوا ما يمكن تطبيقه قانونيا لتطمئن يعني الساكنه. وحنا مع السيد الوالي مع الوزاره يعني الوصيه، هذا الشيء راه قابط واحد المنحه واحد اخر. درنا مراسلات هذه واحد 4 ايام، حنا تنتسناو هذه المراسلات هذه، تنقولوا بانه خص لابد يدار الحل العاجل. اذا كونوا متاكدين. فاحنا لا قلنا للسيد رئيس الحكومه كمؤسسه، حنا غنطلبوا المؤسسات، فلذلك حنا مستعدين باش انه نلقاو الحلول في اقرب وقت ان شاء الله. سيد العمده، واحد السؤال بالنسبه دائما، انت دائما كتقابلنا بصدر رحب، كنسولوك كتجاوبنا. نعم. النواب ديالك المكلفين بالمرافق العموميه، خاصه المكلف بهذه القضيه ديال الطمس، علاش ما كيخرجش في التصريحات معنا وعلاش ما شفناش نواب النهار ديال الفجيعه ديال الطوبيس؟ ربما انت كنت مشغول ولا كنت في شي خدمه اخرى، ولكن علاش حتى شي واحد من المجلس ديالكم الموقر ما حضرش في ديك الفجيعه؟ بالعكس، كانوا حاضرين في المستشفيات وقلبنا على سيارات الاسعاف. انا ما عنديش سياره اسعاف يعني خاصه بنقل المرضى، ولكن جبنا سياره اسعاف خاصه، عيطنا لهم باش مشاو، وجاو حتى سيارات اسعاف ديال الجماعات، لانهم عندهم جماعه، عندهم حنا عندنا غير السيارات ديال نقل الوفيات. الحمد لله ما كانت حتى شي وفاه ولا شي حاجه، ولكن انا تاسفت كثير. راه بعض الخطا حتى حنا بنادم،
غتابع طلقات انت تبقى لك شي كارثه ديال شي واحد خوك ولا باك ولا كذا، يمكن انت ما تبغيش تمشي للكسيد او تبغي تمشي كاينه غتابع طلقات تتبقى لك. باش نقولها لك غير حنا الملاحظه اللي عندنا هي النواب ديالكم ما كنلقاوش بزاف ديال ما شاء الله فاسيل العمدة في السمونة تمشوا معنا درف الدموع ديالو بقى يعني كتبقى الإنسانية فوق كل اعتبار. تمنوا من الله خير، تحية لكم إلى مباشر آخر إن شاء الله بحول الله.